نعم تفضل. ايش معنى على القضاء؟ القضاء ينقسم الى قسمين، والله لو تنتبهوا معي وبعدين تفتوا مع بعض. انا اشرح واترك الكتاب احسن. القضاء يا اخي اترك ينقسم الى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. ما الفرق بينهم؟ القضاء الشرعي يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع. القضاء الكوني هو القدر، يقع ولا بد، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. أمثلة، ويأتينا زيادة التفصيل في الوسطية بإذن الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يحبه الله؟ نعم. وقع من كل الخلق؟ لا. إذا شرح. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يحبه الله الفساد في الأرض؟ لا. وقع كوني. مفهوم؟ إذن القضاء والحكم والإرادة شرعي وكوني، إرادة شرعية وإرادة كونية، حكم شرعي وحكم كوني، قضاء شرعي وقضاء كوني. وهذا يأتي بإذن الله زيادة التفصيل. السؤال الثاني، السؤال أنا أسأل لنفسي، السؤال الثاني كيف لا يحبه الله ويقع؟ لا يسأل عما يفعله يسأل. قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والمعاصي والبدع والأوبة والأمراض. نعم نعم، لحكمة أرادها الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما الحكمة؟ نذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لو لم يكن في الأرض فتن وكفر وكذا، ما تبين المؤمن من الكافر من المنافق. صحيح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولا يسأل أنت عبد يا أخي. العبد ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. هنا كل قول أولا، من هم أهل الفترة؟ أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. انتبه يا أخي، انتبه يا أخي. أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قول أهل السنة فيهم الذين لم تبلغهم الدعوة، قول أهل السنة فيهم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبعث لهم من يدعوهم للإسلام، أسلم دخل الجنة، وإلا نسأل الله السلامة والعافية دخل النار. مفهوم؟ السؤال الثاني، هل الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم من أهل الفترة؟ لا. هذا يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ويستدل بأمور منها إن أبي وأباك في النار، هو على ملة عبد المطلب. استأذن في أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له. كان منهم موحد مثل ورقة رضي الله عنه. وعمر بن لحي يجر أقدامه في النار، هذا دليل قامت عليه الحجة. مفهوم؟ أجبت كل واحد يسأل سؤال أنا أزيد سؤال إن شاء الله. نعم نعم حتى تذكر. حتى ما تحضر السؤال تركنا كثير والله يا شيخ. نعم. قلنا هذه الأمة، هذه الأمة أكثر الأمم عدد وعمل، أكثر الأمم كمية وكيفية. أكثر الأمم عدد 70,000، سواد عظيم صح؟ عدد، هذا عدد. قال إذ رفع لي سواد، وفي رواية قال سد الأفق، هذا عدد، ومعهم 70,000، هذا عدد. عمل لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من غيرهم. إذن حكم طلب الرقية مكروه، والاكتواء مكروه، والتطير شرك أصغر. لماذا؟ السؤال الثاني، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة، ترك طلب الرقية والاكتواء والتطير؟
ولم يذكر مثلا الذهاب للطبيب والحجامه وشرب العسل، لان الناس يتعلقوا بهذه الاشياء ثلاثه حتى يعتقدوا انها مؤثره بذاتها. وقلنا لكم يمرض انسان فيجي هذا يقول اسمع اذهب الى فلان، هذا لو يكون فيك شيخ الجن على هذا يخرجه اعوذ بالله. وكذلك الاكتواء وكذلك التطير، انهم يروا كما يروا ان هناك بعض القبائل لا تخطئ ابدا في التطير، اذا التطير يعني يعلم الغيب. نعم مفهوم. نعم شيخ لو بدأ من هذا الورق او سؤال تفضل اللي تحب اللي تريد. نعم متعلق بهذا الورق. نعم هل يعني التبسط بالاموات من شكل اسفل او من بلا يعني ذكرنا في الزيارات شرعيه وبدعية، طلب دعا الله عند الاموات هذه زياره بدعية، دعا الميت فهذا شرك. نعم طيب انا اجيب خوارق العادات اربعه. خوارق العادات يعني هناك أشياء تأتي على خلاف العادة، أشياء تأتي على خلاف العادة. يمشي مثلا من هنا إلى أسفل ريزة خلاف العادة؟ لا، يمشي برجلي خلاف العادة؟ لا. يحفظ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم خلاف العادة؟ لا. لكن يطير في الهواء، يمشي على سطح الماء، يأكل السم ويأكل الجمر النار، هذا خلاف العادة. فخوارق العادات أربع، هذا أمر مهم جدا. خوارق العادات أربع. آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يأتي أحد اليوم يقول عندي آية وإلا حكمنا بكفر، لأنه كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر، وكل من صدق فهو كافر مثله. هذا الأول آية. الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا. الثالث معجزة وفتنة كما يحدث للدجال، يعجز عنها الناس، لكن هذا لا إيمان ولا تقوى. نعم، وسيأتي زيادة التفصيل من الواسطية إن شاء الله تعالى. الرابع فضيحة، الرابع فضيحة، آية وكرامة لأولياء الرحمن، ومعجزة وفتنة لأولياء الشيطان صلى الله عليه وسلم، وفضيحة. الآن يكون عندك مريض به مرض في عيني مثلا، تقرأ عليه قد يبرأ وقد لا يبرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على علي رضي الله عنه ثم برئ كأن لم يكن به وجع، هذه آية. جاء لمسيلمة كذاب برجل فيه رمل، قال اقرأ عليه كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه، قرأ تفل في عينيه ذهب بصر صار أعمى. فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك بئر فيها ماء قليل، قال يا رسول الله ادعو الله ان يبارك لنا في هذا الماء، دعا دعا وبصق في البئر واذا بالماء يزيد. سيلمة قالوا عندنا بئر فيها ماء قليل تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ يدعو ويتمتم وبصق في البئر جف البئر. فضيحة. كل من كذب على الله نسأل الله السلامة يفضح الله في الدنيا قبل الآخرة. هذا ميرزا غلام أحمد قدياني ادعى نبوة، ادعى نبوة سبحان الله مات في الحمام. السنة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أن كل نبي يدفن حيث قبر، فهذا سبحان الله مات في الحمام ويدفن في الحمام. إذا يقول أنه نبي أتباعه يدعون إذن يدفنه في الحمام والحمد لله.
طيب نعم لماذا خص معاذ رضي الله عنه باتقاء دعوة المظلوم؟ قال واتقي دعوة المظلوم. لماذا خص معاذ رضي الله عنه باتقاء دعوة المظلوم؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتقي دعوة المظلوم؟ إن شاء الله الشيخ نذير هو يجيب. لأن معاذ رضي الله عنه له سلطة وإمرة حتى لا يستغل هذه السلطة والإمرة في ظلم الناس. كان يقول له هناك من هو أقدر عليك من قدرتك على هؤلاء، اتق الله فيهم. أمس كنا وصيهم عليك، اليوم نوصيك عليهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق. قال واتقي دعوة المظلوم. كل سلطان تقول له اتقي دعوة المظلوم، يعني الشيخ نذير تقول اتقي دعوة المظلوم، مفهوم؟ مع أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، لكن له سلطة وإمرة، مفهوم؟ سيأتي معنا في باب. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أمير على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. لماذا؟ لأنه يتقي الله في الرعية، مفهوم؟ نعم. إذن خص معاذ رضي الله عنه باتقاء دعوة المظلوم لأنه سلطة. طيب هل معاذ رضي الله عنه خالف ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فأتفل. هذا فيه على ما ضوب المؤلف، على ما ذكر في المسائل المؤلف رحمه الله، في استحباب بشارة المسلم. تدخل على أخيك المسلم فرح السرور، تقول أبشر الدورة تنتهي إن شاء الله نرتاح. نعم شوف فرح ما شاء الله، فهمت؟ نعم. البشارة في الغالب تكون في الخير، وقد تكون نسأل الله السلام عافية في الشر، فبشرهم بعذاب أليم. ففيه استحباب بشارة المسلم. هل خالف معاذ رضي الله عنه ما نهاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. وهذا تقدم معنا، لا وجد حكم في الشريعة خاص الإنسان بعينه، فكل من كان حاله مثل حال معاذ يقرأ عليه حديث رضي الله عنه، وكل من نخاف عليه أنه يتكل على سعة فضل الله ويترك العمل فهذا يكتم عنه العلم. بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث بباب جواز كتم العلم، ولذلك كتمنا عنكم الوسطية حتى ندرس الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكذا. والله صدق أخواني. نعم يصح. نعم جواز كتم العلم. نعم الإضافة. طيب ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين. كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين. إضافة أعيان والمتصلة بها فهذه مخلوقة، إضافة أوصاف فهذه من باب إضافة الصفة للموصوف. مرة أخرى وأمثلة إن شاء الله. كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه، أخواننا خليكم معي يا أخي، والله شفت اسمع بإذن الله، يعني ما في كلمة تكلم لا تجدها في القول المفيد إن شاء الله، إذا لم تجدها راجع أو في الأشهر تجدها يا أخي أعطوكم الأقراص تراجع. والله ما عندي شيء، أنا فقط أتذاكر معكم أخوان، موجود والله موجود في القول المفيد. كل ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان والمتصلة بها فهذه مخلوقة، ومن باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إن أرضي واسعة، كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق. إن أرضي واسعة، هل هي جزء من الله الأرض؟ لا. وطهر بيتي، إضافة المخلوق إلى خالق. ناقة الله وسقياه، وروح منه عيسى عليه الصلاة والسلام، أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها لنفسه تشريفا. وكل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله فهي مخلوق، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق. إضافة شم إضافة أعيان. الثاني من باب إضافة الصفة للموصوف، هذه إضافة
أوصاف لما خلقت بيدي تجري بأعيننا ورحمتي وسعت كل شيء. اجتمع القسم الأول والقسم الثاني في الحديث، وكلمته الكلام صفة من صفات الله من باب إضافة الصفة للموصوف، وروح من هذا من إضافة أعيان من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضاف إلى نفسه تشريفه. مفهوم؟ نعم. ما يضر تقسم الأول لقسمين، إضافة عامة وإضافة تشريف. نعم. كيف نجمع بين قول العلماء يسن تلقين المحتضن لا إله إلا الله دون أن تقول له قل؟ العلماء رحمهم الله يقول يسن تلقين المحتضن لا إله إلا الله دون أن تقول له قل. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك عند الله. اسمع، إذا وجدت كلام لعالم من علماء السلف غير علماء السلف لا تنظر إليهم أبدا، تغمض عينك. نعم حتى سمع. إذا وجدت كلام لعالم من علماء السلف في ظاهر الكلام تجد أنه مخالف لنص من نصوص الكتاب والسنة لا تقبل، ما في إشكال، لكن لا تستعجل في الرد. يعني زي هذا الأخ أمس قال عجب، شيخ الإسلام يقول زيارة النساء القبور كبيرة من كبائر الذنوب، عندنا حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا. لا تأخذ، ما في إشكال، لكن تريث، أرجع راجع شيخ الإسلام في المسألة شوف ماذا يقول، لأنه لعله في المسألة على ما ذكر هو شيخ الإسلام ألف كتاب سمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، على أئمة العالم. طيب تنظر تتريث. الآن وجدنا قول العلماء مخالف لما جاء في الحديث، تريثنا وبحثنا والجمع كان سهل. ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كافر، وهذا لا يضر التلقين، لكن مسلم الآن هذا الأخ أقول له قل لا إله إلا الله، شوف ينظر إليه ما قال، ما بالك وهو في سكرات الموت وفي المرض وكذا. أقول له قل، قد يقول لا أقول. صح؟ أي نعم. الكافر لا يضر التلقين، لكن المسلم تلقن بلطف، تقول له المرة الأولى لا إله إلا الله، الثانية الثالثة إن تلقن فبها ونعمة، ولما تلقن تترك قليل ثم تعاود عليه التلقين. مفهوم؟ وهذا الجمع إخواننا هذا مهم جدا، لأن البعض تعلم يعني شيء حديث أو كذا أو سمع فتوى مثل النزول على اليدين بدأ يرد على القول الثاني. يا أخي تريث، اقرأ أبحاثها ولا وكذا. قال لا أنا عرفت المسألة، والله قولهم باطل. الشيخ الألباني رحمه الله صحح أثر ذكره في الإرواح أن في الفرائض قال ورث أبواه فلأمه الثلث آية. ابن عباس رضي الله عنهما يقول للأم الثلث، زيد رضي الله عنه وبقية الصحابة يقول للأم ثلث الباقي في العمريتين. المهم مسألة فيها خلاف، خالف ابن عباس وحده. فابن عباس رضي الله عنهما احتج بالقرآن ورث أبواه فلأمه الثلث، زيد رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما قال يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا. سبحان الله، لو تنظر في هذه القضية تقول لعل غد نص القرآن زيد رضي الله عنه. عندما تبحث وتتحرى في المسألة تجد أن القول الراجح هو قول ابن عباس رضي الله عنه، واحتجاج قول زيد رضي الله عنه، وأن احتجاج ابن عباس رضي الله عنه يخرج عن هذه الآية، لأنه قال ورث أبواه. المسألة التي احتج بها زيد فيها أحد الأبوين أب أو أم، زوجة وزوجة
مع الأبوين، مع الأب والأم، والآية في الأبوين فقط. فهذا الاحتجاج وهذا الاحتجاج. فهمت الآن؟ إحنا ما نريد أن نذكر الراجح من المرجوح الآن، لكن هو يقول هنا يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا. مفهوم يا أخي؟ لا تستعجل في الرد، تسمع. والله أخوان الشيخ الألباني رحمه الله يقول عندما مر بي حديث هم الذين لا يسترقون ولا يرقون، شيخ الإسلام قال ضعيف ولم يذكر شيء. الشيخ الألباني رحمه الله إمام محدث، ما قال أنا أصنع وأصنع وأصنع ومحقق وكذا. عندما قال ضعيف يقول أخذت أبحث، لم يفصل في قول ضعيف كيف ضعيف هو في مسلم، فأخذت أبحث، يقول أبحث وأبحث إلى أن توصلت إلى ما توصل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلت هذه الزيادة ضعيفة ولا أقول. يعرف قيمة عالم، يقول كل حديث لا يعرف شيخ الإسلام فليس بحديث من سعة اطلاع الرجل. إيه نعم يا أخوان، هذا علماء عرفوا قيمة العلم. ابن حجر مثلا، ابن حجر من أتعبه؟ بخاري أتعب ابن حجر، وهو أحسن شرح صاحب ابن حجر. يقول لله دره، ما أوسع الطلاع. إيش كم حديث وصل إليه وإحنا لم يصل إليه؟ مفهوم؟ فإذا رجعت قول لعالم تراه مخالف للنص من أصول الكتاب والسنة، تريث وابحث وانظر، ولعلك أنك تكون معه وأنت لا تدري. نعم لا تقبل ما في إشكال، لكن ترد لا دون أن تفهم المسألة ما يصح. الآية التي قيل عنها القائل هو ابن القيم رحمه الله، قيل عنها أن تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، من القلب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كل ما يتعلق بالكفار في آله. هل في أحد مشارك مع الله؟ لا. أعان الله؟ لا. هل أحد له ملك مع الله؟ لا. هل يأذن الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام أن تشفع؟ لا. هذه الأشياء التي تتعلق بالكفار في آلهة، ملك أو شرك أو عون أو شفيع، مفهوم؟ نعم. هذه الآية والتي تليها حتى إذا فزع عن قلوب في سورة سبع. طيب تراجعها عندما أخذت سؤال. أحسن أقسام استراق السمع. نعم أقسام استراق السمع ثلاث. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسترقون السمع بكثرة، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع من استراق السمع. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عادوا يسترقون السمع لكن ليس بكثرة، مفهوم؟ بقلة. هذا أقسام استراق السمع ثلاثة، قبل وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مات، ثم بعد موته عليه الصلاة والسلام عنده استرقون السلام. شيخ جزاكم الله خير، تترك المنكر عند أخوه من النقص. هذا السؤال يقول جزاكم الله خير، علمناه بالأمس يعني الصحابة والعلم مقدم مقدمات. نعم خوف إنكار المنكر، خوف من النقص، يعني خاف أن ينكر المنكر حتى لا ينتقده الناس. الآية تقول فيها قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل خوفه من الناس كخوفه من عذاب الله، ولذلك يترك إنكار المنكر خوفه من الناس. مفهوم؟ نعم. ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام. الآن علي رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، هل يلزم من هذا أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر؟ لا.
أبو عبيد أمين هذه الأمة أفضل من أبو بكر؟ لا. ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام، مفهوم؟ هذا معنى، لأنه قد يحتج إنسان يقول علي أفضل من أبو بكر، نقول لا ما يمكن. أجمعت الأمة، أجمعت الأمة على تقديم الصديق رضي الله عنه في الخلافة وفي الفضل، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، تأتينا إن شاء الله تعالى في الوسطية، ثم عثمان في الخلافة، أن الخليفة الثالث أجمعت الأمة على هذا. أما في الفضل اختلف بعض الصحابة في أيهما أفضل، علي أو عثمان، مع أنهم أجمعوا على تقديم عثمان في البيعة مقدم، ثم علي رضي الله عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. مفهوم؟ نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، لماذا يعبر أهل السنة والجماعة بالتحريف ولا يعبرون بالتحريف؟ أجلس. يقول تجد يعني مثلا بالأمس يقول لماذا الكراهية عند السلف تحريم؟ الإمام الإمام مالك رحمه الله كثير في الموطأ وفي غيره يقول لا ينبغي، لا ينبغي حرام. هذا فيه نبل العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما يستطيع أن يقول حرام وحلال، هو مثلا إن شاء الله نغفر لنا، فهم يأتون بشيء مقابل الحرام، يقول لا يجوز لا ينبغي. فهمت؟ نعم. السلف كراهة عندهم تحريم، لأنهم ما أرادوا خوفا من الله، مع أنهم هذا عن اجتهاد وكذا، لكن خوفا من الله ما أراد أن يقول هذا. وهذا كثير ترى إن شاء الله تعالى أنهم يعني حتى في الألفاظ. الآن عندك في حديث في أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، هو ما قال هذا، الراوي غير، هو قال أنا، لكن عندما جاء في الرواية قال هو. يعني الآن مثلا تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي ولا كذب ولا ابن عبد المطلب، صح؟ هل تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي ولا كذب؟ لا، تحكي نفس الكلام الذي تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الراوي هنا غير، قال هو على ملة، المفروض يقول أنا على كذب. لماذا غير الراوي؟ قال والله ما أحكي الكفر بلساني، هذا من عندي والله، ما أحكي الكفر بلساني فضلا أن أتلفظ به. قالت يا رسول الله أخبرني أين ابني؟ جاء أسام قبل أن تبدأ المعركة وقتل ولم يعرف هذا السام من المسلمين أو من الكافرين. قالت يا رسول الله أخبرني أين ابني؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في ما تستطيع أن تقول هذا، ما تستطيع. قالت وإن كان في الأخرى، مفهوم؟ هنا في هذا نسأل الله السلامة والعافية، وهو على فراش الموت وقال يعني في هذا في مرض موته، قال والويل لفلان، ما يستطيع رجع الويل على نفسي حتى لو كان ذا الواقع، مفهوم؟ أدب. لا بس قصدت، لا ها قصدت بالسؤال، التحريف والتأويل مو التحريف، التحريف يعبرون بالتحريف ولا يقولون التأويل. لماذا يقال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ أولا لأن هذا الذي جاء في القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الثاني أنه هذا أقرب للعدل، أن نسمي هؤلاء محرفا لا مؤولا. الثالث أن التأويل ليس كله مذموم. أنت تسمع الآن في كتب التفسير تأويل هذه الآية، تفسير هذه الآية، فما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. الرابع تنفير، وعندما تقول أنت مؤول، لو قلت هذا أنت مؤول قال الله يبارك فيك جزاك الله خير، تقول قد يضرب فوق أربع شيء. نعم. إيمان الباس من متعلق توحيد الربوبية، ما زالك ولكن مشركون
ينكرون لون بعض. كيف مجلس؟ يقول خذنا فيما تقدم إقرار الكفار بتوحيد الربوبية. نعم هذا في الجملة، وإلا لديهم أشياء مثل يأتي معنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هلكنا إلا الدهر. يعني في الغالب في الجملة أنهم آمنوا بالربوبية مع أن عندهم خلل طبعا في الربوبية ولا شك في هذا، مفهوم؟ فنعم. فيكم بارك. كيف نعمل باب التفاعل حتى نضع في الشرك؟ ها يعني ضد التطير. يعني دائما يكون الإنسان متفائل، دائما اجعل نفسك متفائل والحمد لله، لا تتطير ولا تتشام ولا تسخط أبدا، دائما ارضى بالقضاء والقدر والحمد لله. بالدراسة وتعلم أن من أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا يأتي إن شاء الله بالدراسة. نعم. شيخ جزاك الله خير في حديث عكاشة. نعم. خص عكاشة دون لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة؟ قول أن هذا الذي قام الثاني منافق نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في المساء أن هذا الثاني الذي قام منافق، والنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يفضح هذا أمام الملأ ويقول له أنت منافق لست من أهل الجنة، فعرض له وفيه استعمال المعارض، مفهوم؟ طيب هذا قول. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب، لأنه لو قام الثاني قام الثالث والرابع والخامس وهكذا. أحسن الله عليكم. بالنسبة لموضوع الكرامات، كرامات بيان شيء من أنواع بيان تفصيل في أشكال الكرامات، نحن عرفنا أنه يأتينا إن شاء الله في الواسطية ومن طريقة يأتينا إن شاء الله في الواسطية ومن طريقة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، يأتينا أصبر علينا للواسطية. نعم الشيخ أحسن الله عليكم، أقوال أهل السنة بأحاديث الوعيد. أقوال أهل السنة بأحاديث الوعيد، القول الأول أن نمر كما جاءت، هل معنى هذا، انتبه يا أخي تعيد علي إن شاء الله، أنت أن نمر كما جاءت، هل معنى هذا أن لا نفهم معناه؟ لا نفهم معناه، لكن لا نحرص على الجمع بينها وبين الأحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء. مثال، أنا أعطيك مثال على الأول، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. لو قال لك قائل خالدا فيه خلد أبدي أم لا، تقول الله أعلم هكذا قال الله. جاك إنسان وقال أريد أن أقتل الإمام، هل لي من توبة؟ إيش تقول له؟ تقول ومن يحول بينك وبين التوبة، لو تقتل المجموعة كاملة ما في إشكال، هل يصح حالك؟ لا، مجرد ما تقول أنا أقتل فلان تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، تقول واحدة من هذه تكفي أن ترجع. قال الخلود أبدي أم لا، تقول الله أعلم. جاءك آخر وقال أريد أذهب للساحل، كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم كفر أكبر أو أصغر، تقول الله أعلم هكذا قال الله. نمرها يعني لا نحرص على الجمع، لكن قتل وجاءك تائب تقول ترى أتيت عمر عظيم ولا بد من التوبة وشروط التوبة كذا، فهمت يا شيخ؟ معي هذا الأول، نمرها كما جاءت أي لا نحرص على الجمع بينه وبين حديث الوعد، هذا أخفف من تنفير من هذه الأشياء، معنى معلوم ما يمكن أن يأتي نص من نصوص الكتاب والسنة لم يمكن وصول إلى معناه، مفهوم؟ طيب الثاني أن هذا في من استحل هذا الفعل، ومن يقتل المؤمن متعمدا، من استحل قتل المؤمن كافر ولم يقتل، وهذا القول
ضعف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أو نقول في حديث الوعيد أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، يعني لابد أن يسبق هذا عذاب، لكن نحن لا نجزم بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان. أو هذا مكث طويل، خالدين فيها أبدا يعني مكث طويل، مفهوم؟ الخامس والله أعلم، هذا جزاؤه جزاء، يعني قد يجازي وقد يعفو عنه. يبقى معنا إشكال أنه لو جوزي بهذا يبقى مخلد في النار، قولين ضعيفة. وأقوى قول على أكثر السلف الأول نمر كما جاء، قولين الضعيفة جزاء جزاء، وقول الرد أحمد أن هذا فيما استحل هذا الفعل. هذا قول خمسة لأهل السنة، في أقوال مقابلة لأهل السنة أنا من أذكرها. طيب نعم أحسن الله عليكم. الفرق بين التنطع واللغو والاجتهاد. الفرق بين الغلو والتنطع والاجتهاد. التنطع هو التعمق والتقعر والتشدد في الأقوال أو في الأفعال، يعني بعض الناس يتكلف يعني حتى في الكلام، يعني يأتي كل الكلام بالسجع، يعني يتكلف أنه سجع، هذا يعني تتعب منه. أفهم؟ قال ما قال قال الطالب الأستاذ: يا أستاذ ما أحسن السجع؟ قال الأستاذ: ما وافق الطبع. قال الطالب: مثل ماذا؟ قال الأستاذ: مثل هذا. ما أحسن السجع؟ قال: ما وافق الطبع، يعني جاء على السجية دون تكلم. قال: مثل ماذا؟ قال: مثل هذا. فوق يعني على القافية نعطيك العافية. ف مرة أخرى وصلت الحمد لله. هذا التنطع، التنطع التعمق والتقعر والتشدد في الأقوال. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه بعض الناس يعني يكاد تظن أن يتكلم من أنفه، ترفع في الكلام يعني وفي الأفعال. ضربنا لكم مثال بالأمس القريب: اللهم نويت أن أصلي في هذا اليوم يوم الثلاثاء وكذا 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 وكذا، تنطع أو يريد النية مع التكبيرة، صح؟ يعيد الفاتحة 20 مرة. قلنا في دورة المياه يقفز ويصنع تنطع، هلك المتنطع. قال ثلاثة: متنطع متعمق ومتقعر ومتشدق في الأقوال في الأفعال. الاجتهاد بذل الجهد في ماذا؟ لإدراك حكم شرعي، لأنه هذا قال بذلت جهد في حمل هذه الطاقية، هذا مجتهد؟ لا، لكن قال بذلت جهد في حمل هذا الكرسي، يصح؟ فبذل الجهد، قال هذا اجتهدت وتوصلت أن إسلام شرط في صحة الصلاة، هذا صنعت فلا شيء. ما بذل الجهد، بذل الجهد إيش؟ لكن بذل الجهد في يعني توصل أن أقوال أهل السنة والجماعة خمسة في أحاديث الوعيد مثلا، فهمت يا شيخ؟ هذا بذل الجهد. خلاص. الثالث الغلو. الغلو قلنا مجاوزة في الحد في الثناء، مدحا كان أو قدحا، الله على موضح. أخذ سؤال؟ نعم. بارك الله فيك. الكبائر، هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ هذا مبحث في الكبائر، خليك واقف. الله يهديك. هذا مو سؤال، هذا ستة أو سبعة أسئلة. إيه أنا أعرف. أولاً ما هو حد الكبيرة أي تعريف الكبيرة؟ خذ من هذا، هذا أخو. خذ منه الورق. انتبه معي يا أخي، حد الكبيرة أو تعريف الكبيرة من أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة ما جاء الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنه كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن أو طرد أو غضب أو عقوبة في الدنيا أو حد في الدنيا أو عقوبة خاصة في الآخرة، أو شبه بأقبح الحيوانات، أو أنه ليس من المؤمنين ليس من الموحدين،
أو أنه نسأل الله السلامة من الكافرين من المنافقين من الشياطين، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. هذا السؤال الأول، اضبط معي الأسئلة أنت، شوف مكتوب عندك، افتح. السؤال الثاني، هل الكبائر معدودة أو محدودة؟ هل يمكن أن نعد الكبائر نقول الكبائر 70,000 كذا؟ لا، محدودة بحد. حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر لم يستوعب الكبائر، ذكر منها، مفهوم؟ إذا الكبائر معدودة، لا محدودة، لا معدودة، ما نستطيع عدها مثل ما نعد أركان الإسلام والإمام. السؤال الثالث، هل الكبائر تتفاوت؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، نعم تتفاوت الكبائر، تتفاوت لا شك. طيب السؤال الرابع، هل يصح التوبة من بعضها دون البعض الآخر؟ يعني بعض الناس عفان الله إياه عنده 5 كبائر، غيبة وأكل مال اليتيم وربا وكذا وكذا، قال أنا أتوب من كل شيء إلا الغيبة، ما أستطيع فاكهة المجالس ما أستطيع. نقول توب من هذه وادعو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك من الغيبة، صحيح أم لا؟ لأنه أجمع 5 أو واحد، واحد أمر، مفهوم؟ هل يصح التوب من بعضها؟ نعم، مع الإرشاد أن يتوب من الكل. طيب بعد، حكم فاعل الكبيرة، هل هو كافر كفر أكبر بخلد أبدي في النار أو مؤمن كامل الإيمان؟ لا هذا ولا هذا، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، مفهوم؟ وسيأتي معنا في الوسطية بإذن الله. هل يحب أو يبغض؟ مسلم فاسق، هل يحب أو يبغض؟ يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من فسق وكبيرة. هل يجالس حال ارتكاب الكبيرة؟ لا، ما يمكن تجالس حال ارتكاب الكبيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر، مفهوم؟ نعم، إيش بقي؟ هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ لا، عندنا مراتب 4 صغائر، وأعلى من الصغار كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر، مفهوم؟ نعم. هل تكفر بالأعمال الصالحة أو لا بد لها من توبة؟ قول أنها لا تكفر، وهذا الأحوط، نقول لا بد أن تتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتوب قبل موتها، مفهوم؟ وهذا أحسن حتى يعني يتذكر ويتوب، نسأل الله يتوب علينا وعلينا. كم سؤال يا أخي؟ اتق الله في إذنك، أجلس. نعم، بارك الله فيك شيخ، صحنا بكتب فقهية بعد الدوام، هذا ما هو في الكتاب. قلت سمعت قلت ما تشاء، والله أنا الله أعلم، أنا أسير على طريقة الشيخ بن عثيمين إن شاء الله، فالشيخ بن عثيمين يعني درس الزاد والبلوغ، فأنا أنصحك أنك تأخذ بلوغ المرأة شرح الشيخ بن عثيمين، تسمع أقل ما يكون 10 مرات وبإذن الله سترى أفرص ركبت أم حمار. نعم، بلوغ المرأة. نعم، انت برأسك شيخ، بارك الله فيك. المشرك شرك أكبر أو أصغر؟ هل الإرادة بالجهل؟ المشرك شرك أكبر أو شرك أصغر؟ وأنا ذكرنا هذا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر هذا في القول المفيد، تراجع في تفصيل العذر بالجهل، يقول هناك أناس يعني أفتاهم العلماء فيثمهم على من أفتاهم حتى من حدث منهم. نعم، أخذت سؤال هذا الإمام، أخذت أنت سؤال؟ أنت أسأل، أنت برأسك، رأسك لا حول ولا قوة، تبي يا أخي؟ نعم. الواهنة مثل الروماتيزم، داء يوهن ويأتي للمفاصل، آلام المفاصل هو قريب من الواهنة، مفهوم؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا في مال، ضعف الاعتقاد وضعف الجسم، مفهوم؟ نعم. بارك
فيكم بارك. الأحاديث التي ورد فيها فقد كفر بما أنزل على محمد. فقد كفر بما أنزل على محمد حديث وعيد تمر كما جاءت. تمر لا تشرك أكبر. تمر كما جاءت. لو جاءنا وقال ما حكم الإتيان وكذا وهذا نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نرسل بالآيات إلا تخويف بس. خلاص. نعم. سلام الله شيخ. شر أهل البدع. شر أهل البدع الرافضة والجهمية. هذا قول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في المسائل. لأن الرافضة يعمرون المشاهد وأهل السنة يعمرون المساجد وهم أول من بنى على القبور. ولو تنظر في إيران الآن كاملة لا يوجد عاصمة في الغالب ترى هذا في عواصم البلدان إسلامية غير إسلام إلا ولا بد في كل عاصمة مسجد إلا إيران وبخاصة طهران. طهران كاملة لا يوجد فيها مسجد. مسجد على قبر ما يوجد. اسأل من شئت ما يوجد مسجد. ما يوجد. هدموا المساجد كلها. الذي يوجد مشاهد. مفهوم؟ اي نعم. ما يوجد مسجد. واسأل من شئت. العاصمة الوحيدة في العالم وقالوا معها عاصمة ثانية انا ما اذكرها لها. خلاص لا يوجد في طهران مسجد. مسجد حتى في قبر لا يوجد. هدموا المساجد كلها. اهل السنة يعمرون المساجد وهؤلاء يعمرون مساجد يعني عباد اوثان. الرافضة والجهمية أنكروا الأسماء والصفات. شر أهل البدع. بل أخرجهم بعض العلماء من 72 فرقة. أخرجهم. هذا كلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل. لا واحد. لا. نعم. ما حكم وجود أن هل أبتلأ إذا جاء بعد. طيب. فهمت. فتح الله عليك. الرياء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أن يكون الرياء في أصل العبادة في وسط العبادة بعد الفراغ والانتهاء من العبادة. كم قسم؟ ثلاثة. قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام نوى المراءة فصلاته باطل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شرك. في وسط العبادة طرأ على الرياء. إذا مشى مع الرياء فننظر. الصلاة مثلا هذا الأخ يسكن مع هذا الأخ في غرفة واحدة. قام هذا يصلي. صلى الركعة الأولى. ليس هناك أحد في الغرفة. فعندما دخل هذا الغرفة جاء الشيطان لهذا. قال ماذا تقرأ؟ قال أقرأ سورة الإخلاص. قال لا لا طول حتى يراك هذا. قال ماذا نقرأ؟ قال مثلا سورة الملك سورة مريم سورة الكهف. قال أعوذ بالله والله ما أصلي إلا لله وأقرأ سورة الإخلاص لا أزيد ولا أنقص في صلاته. فهذا صلاته صحيحة مجاهدة الشيطان. ولو استرسل مع الشيطان قال ماذا نقرأ؟ قال أقرأ سورة الملك. قال إن شاء الله سورة البقرة. وقرأ الصلاة. الآن لو أخلى بركن في الركعة الثانية الصلاة كلها باطلة. إذا بطلت الصلاة كاملة لأن الصلاة متصلة عبادة واحدة. إذا كانت العبادة منفصلة كالصدقة هذا لديه 1,000,000 ليرة يريد يوزع على الطلاب الزواقين فقسم وبقي معه شيء من المال ووجد هذا. أول ما وجد هذا وهو يمشي معه وجد فقير أخرج 100,000 وأعطاه. لماذا؟ حتى يقال عنه أنه سخي ومتصدق. الأموال الأولى التي أخرجها صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. لما فيها وهذا هذا 100,000 فيها مفهوم. هذا في وسط العبادة انتهينا. صلى قام تحرى وإذا هذا نائم في الغرفة. ذهب توضأ وجاء كبر الله أكبر وأخذ يصلي
يراقب هذا وإذا هذا نائم. بعد أن انتهى هذا من الصلاة قام يصلي 3 ساعات في الليل. وعندما انتهى من الصلاة وإذا بهذا يراقب من أول الليل فقال الله أكبر الله أكبر صلاة السلف. هذا فرح. جزاك الله خير. الآن العبادة من أولها إلى آخرها كان فيها رياء؟ لا. هذا الفرح وغير الطالب لا يضر ولا يؤثر على العبادة شيء. مفهوم؟ إذا كان الرياء طالب بعد الفراغ والانتهاء من العبادة هذا لا يؤثر على شيء إلا إذا كان في عدوان كالمن والأذى في الصدقة. قلنا تصدق على هذا اشترى له هذا اللباس فيأتي لهذا قال كيف اللباس؟ إن شاء الله جيد ترى اشتريت لك هذا اللباس 100 ليرة. ليرة هي ولا إيش اسمها؟ ليرة. نعم خلاص. ويأتي لهذا قال شفت اللباس هذا؟ ترى أنا اشتريته كان ليس عنده شيء كان يموت من البرد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بماذا؟ بالمن والأذى. يعني الصدقة قبلت وأبطلها بالمن والأذى. نعم. وما منا إلا في الحديث قال أول حديث قال إيش قال أول حديث؟ أعرف لكن أول حديث في التطير هذا الحديث الطيرة الشركة. اسمع الحديث جزاك الله خير. واحدة الطيرة الشركة الطيرة الشركة. قال وما منا إلا هنا ما تكلم هذا الذي ذكرناه للآخر ترك ما يستقبح ذكره ما يستطيع أن يقول وما منا إلا وقع في قلب شيء من التطيب ما قال هذا حلف. مفهوم؟ نعم. إيش؟ وما منا إلا تكتب أن بعد السلف عن الألفاظ الشركية مع أن حاكي الكفر ليس بكافر. سألت؟ بسم الله جزاك الله خير. صامد الحال سام الإلحاد. طيب إلحاد في الآيات الشرعية وإلحاد في الآيات الكونية. الإلحاد ينقسم إلى قسمين إلحاد في الآيات الشرعية وإلحاد في الآيات الكونية. إلحاد في الآيات الشرعية يقول أن الطبيعة تخلق الأشياء مفهوم. وإلحاد في الآيات الكونية يقول الطبيعة تخلق الأشياء. والحاد في الآيات الكونية الحاد في الآيات الكونية يقول أن الطبيعة تخلق الأشياء. والحاد في الآيات الشرعية يقول القرآن مخلوق. هذا الحاد في الآيات. عندنا الحاد في الأسماء والصفات. الحاد في الأسماء والصفات أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها يثبت الاسم ينكر الصفة يجعلها دالة على التمثيل يشتق من الأسماء للأصنام يسمي الله بما لم يسمي به نفسه مثل علة فاعلة وقادر على اختراع ثلاثة مرة أخرى. الإلحاد ينقسم إلى قسمين الإلحاد في الأسماء والصفات والإلحاد في الآيات. الإلحاد في الآيات إما شرعية أو كونية. الإلحاد في الأسماء والصفات 5 أقسام ينكرها كلها أو بعضها إثبات الاسم إنكار الصفة يجعل دالة على التمثيل يشتق منها أسماء الأصنام يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. كم بقى العذاب؟ ربع ساعة. نعم. اللي يريد يتوضا يده يتوضا. الله عليكم. وعليك. تقسم العبودية تنقسم إلى 3 أقسام عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة تشمل كل مخلوق وهي عبودية القهر إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا أي تحت قهره وتصرفه مفهوم. حتى الكافر أو عبد لله شام أبا. الثاني وعباد الرحمن هذه عبودية خاصة بالمؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله. وعباد الرحمن العبودية خاصة الخاصة عبودية الأنبياء والرسل لأن عبودية الأنبياء والرسل أكمل عبودية قاموا بكل عبادة أمرهم الله بها. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. واذكر عبادنا إنه كان عبدا شكورا. إذا عبودية 3 أقسام عامة وخاصة وخاصة وخاصة. أخذت سؤال؟ إيه؟
نعم. من سألني في الخارج قلت اسألني هنا. نعم. التطيب؟ لا شك. أجل. يقول ذكرنا فيما تقدم أنه لا تشاب. كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء؟ أجابك ابن القيم رحمه الله. يقول أولا هذا الحديث هناك خلاف في ألفاظ هذا الحديث. في الألفاظ اختلف الرواة لألفاظ هذا الحديث. الثاني أنه حتى في هذه الأشياء الثلاثة ليس فيها تشابه. إن كان الشؤم في شيء يعني حتى هذه الثلاثة ليس فيها شيء. كيف؟ ذهب؟ هذا الأخ تزوج سعاد وجد كل يوم مخاصمات وفي المحاكم وكذا وكذا، ماذا يصنع؟ طلقها. يتشاعر؟ لا، يطلق. سكن هذا في بيت والبيت هذا يخر السقف في الماء وتعطر والجيران مؤذين وسماع أغاني وروائح كريهة وكذا، ماذا يصنع؟ يتشاعر؟ لا، يغير البيت، اشترى سيارة أو دابة، والدابة كل يوم تتعطل، ماذا يصنع؟ ها؟ نعم، اشترى لادة مثلا. عندك يقول عندنا اشتري لادة وانسى السعادة. اشترى لادة وتعب معه، يبيع السيارة هذه والحمد لله. في إشكال؟ لا تشؤم أبد، انتبه، مفهوم؟ ما تتشائم، ما تتطيب أبد. حتى هذه الثلاثة يقول ليس فيها شؤم. مفهوم؟ وسوف يأتي معنا أنه ما يصح يقول لزوجتي يعني أسود يوم في حياتي يوم التقينا، يوم شؤم هذا ما يصح. ما علاقة هذا اليوم يا أخي بي كذا؟ صح؟ هذه سب للدهر، ما يجوز. غير من من اللي سألني وقلت تسألني في الدرس؟ لا انتهى. أنت؟ أنت سألت هاي فقرة؟ يلا تفضل. جزاكم الله خير. طلعت من الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة يصلي أي صلاة؟ صلاة الجنازة. إذا كانت الجنازة تحت الأرض وكان مخاطب بالصلاة عليها يصح له أن يصلي. لكن مثلا أنت تريد تصلي على جدك الخامس وقت مات هذا، أنت غير مخاطب بالصلاة عليها فلا تصلي. مفهوم؟ نعم. لكن مات لك قريب ورجعت مثلا للبلاد الآن وجدتهم قد دفنوه، وبعض العلماء يحد هذا بستة أشهر، فماذا تصنع؟ تصلي عليه. مفهوم؟ نعم. لكن فوق الأرض ما تصلى، ما تصلى، يصلى في الخارج، ما يصلى عند القبور. مفهوم؟ يعني قبل أن تدفن. فهمت؟ وإذا كان كل الصلوات يعني هذا العرف يعني يا أخي العرف إذا خالف الشرع فالعبرة بالشرع، اجلس، معروفة. نعم. أي نعم. تخصيص بقعة بالنذر، تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به، كما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذا خلى من الموانع. ما هي الموانع؟ أن يكون هذا المكان في عيد أو وثب، فإذا كان في عيد أو وثب أو ثاني جاهلي يعبد فيمنع وإلا جاز. هذا الأخ قال لله على نذر أن أذبح هنا كبش للطلاب، قل في وثب هنا أو عيد يعبد، لا يذبح ولا إشكال. ذكر المنكرات التحذير، هذه الله أعلم أنها تحتاج إلى مبحث يأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب في الدرس إن شاء الله نأخذ يعني طريقة النجاة بإذن الله من فتنة يعني النساء. كيف ماذا يعمل الإنسان حتى يتقي هذه الفتنة؟ طيب نعم تأتينا إن شاء الله. نعم آخر.
هل العدد له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ طيب، ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة، إذا ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة هل هو محدد بهذا العدد أو يزاد عليه؟ مثال: أركان الإسلام والإيمان، خمس من الفطرة، اجتنبوا السبع الموبقات. هذا عدد ذكر الآن في نصوص الكتاب والسنة، هل يزاد على هذا العدد أو لا يزاد؟ ننظر في نصوص الكتاب والسنة الأخرى، إذا وجدنا ما يزيد على هذا العدد صار العدد ليس له مفهوم، وإن لم نجد صار العدد له مفهوم. بالمثال اتضح إن شاء الله تعالى. أركان الإسلام خمسة، بحثنا في نصوص الكتاب والسنة، هل نجد ما يزيد على هذا الخمس؟ لا، إذن لها مفهوم. خمسة أركان الإسلام، أبواب الجنة وأبواب النار مثلا. طيب، اجتنبوا السبع الموبقات، بحثنا في نصوص الكتاب والسنة الأخرى وجدنا ما يزيد عليها مثل عقوق الوالدين. العشر المبشرين بالجنة وجدنا ما يزيد عليها مثل ثابت بن قيس بن شماس، عكاشة بن محصن، أمهات المؤمنين. نعم. طيب، إذن ما هو الضابط؟ ننظر في بقية النصوص، إذا وجدنا ما يزيد عليها صار العدد ليس له مفهوم، وإن لم نجد صار العدد له مفهوم. لو سأل سائل عندك بعد هذا السؤال، إذا ما الفائدة من ذكر العدد؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات والعشر المبشرين بالجنة وخمس من الفطرة وهي أكثر؟ هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد من الصحابة رضي الله عليهم أن يحفظوا في هذا المجلس خمس من الفطرة وعشر مبشرين بالجنة وسبع من الموبقات، حتى إذا خرج الصحابة من عند النبي صلى الله عليه وسلم استطاعوا أن يراجعوا هذه الأمور السبع. قالوا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم سبع موبقات. مفهوم؟ ما أخذت سؤال؟ نعم، تفضل اسأل. كيف يكون الدعاء على الكفار؟ كيف يكون الدعاء الكفار؟ قلنا لا يدعى الكفار بالهلاك، مخالف للسنة الله الكونية ومخالف لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قدر الله سبحانه وتعالى بقى الكفار قيام الساعة. كيف ندعى الكفار بدعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا إنك أتيت فرعون أمانة وزينة أموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيل، ربنا تمس على أموالك واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللهم اشدد اشدد أتك على مضر، بالأدعية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك يا شيخ. كيف نجمع بين الأعظم والفروع من فكيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو؟ مر بين هذا في الطيارة. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدوا أن المرض هو المؤثر بذاته. لا عدوى مؤثرة بذاتها مع إثبات كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله. وانت صح. إذا فر من مجذوب، هذا من أخذ بالأسباب. إذا قال لك مثلا هذا لديه عطاس وهذا قال يا أخي لا تعدين، هذا إيش يقول؟ يقول لا عدوى، حتى لا يعتقد هذا أن العدوى مؤثر بذلك. صح؟ أي نعم، مع إثبات كون العدوى سبب الانتقال المرض. جزاكم الله خير. ما حكم تعلم الأباجات؟ تعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين، قسم هذا اللي يكتبه السحرة في الطلاسم وكذا وبعد آيات القرآن وينمو بها الكفر، فهذا من عمل الشيطان كفر. نعم. وتعلم أباجاد عند العلماء، العلماء رحمهم الله عندهم التواريخ تحسب بالأحرف حتى تحفظ. وفاة الأئمة الأربعة تعرف؟ ما تعلم؟ إن شاء الله. لنعمانهم قال وطعق لمالك وللشافعي در وروم لابن حنبل. لنعمانهم من النعمان؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. لنعمانهم قال، توفي الإمام أبو حنيفة في قائل
ألف نون لنعمانهم قال وطعطا لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبل. وفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب هذه وفاة الإمام أربعة. قال ابن سعد رحمه الله جاء يريد افتتح مسجد وقال هذه الأبيات. قال جد بالرضا وأعطي المنى من ساعدوا أو شاركوا في ذا البناء تاريخه حين انتهى قول المنيب أغفر لنا أغفر لنا 1362 دعوا أرخ في وقت واحد هذا من توفيق الله أغفر لنا. قد تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكم 240 في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني شهر ربيع وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. يحسب التواريخ بهذا الألف بواحد والباء اثنين أبجد هو أسحطي كلمه هكذا يعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر ثم عشرين ثلاثين إلى مئة بعدين مئتين إلى ألف. أغفر لنا 1362 مفهوم؟ هذا حساب عند العلماء يصح ولا إشكال فيه ضبطه ذوي الفروض من هذا الرجس خذها مرتبة وقل هبا دبس. هذا في الفرائض مفهوم؟ الله أعلم تفهم إن شاء الله يعني شيء في شيء لو تكتب الحروف تبدأ تحسب بإذن الله تحفظ دم 240 خلاص؟ نعم نعم. كم بقي أخوان؟ خمس دقائق توقف. إسبال الثوب للعمل. إسبال الثوب للزينة. إسبال الثوب تكبر وكذا. كل هذا كبيرة من كبائر الثوب. لا يجوز. مفهوم؟ نعم. ها تشن. جزاك الله خير يا شيخ. ما حكم مشاهدة التلفاز؟ لأن فيه تعويذات. لا شوف اسمع إذا كان تشاهد الآن مثل ما المحاضرات والدروس والصلاة مثلا صلاة الحرم وتستمع للقرآن هذا لا إشكال. أما تستمع إلى غناء مسلسلات المصارعة الحرة أفلام كرتون اترك هذه الله يعوضك عنها. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا مفهوم؟ لأن هذه أفلام كرتون الآن أرادوا بها أن يوقع الأطفال تنشأ الأولاد على ماذا؟ على الشرك الأكبر. تعويذات تعويذة إذا كان في السجن تعويذة إذا أراد يصنع كذا تعويذة إذا أراد يصنع كذا صحيح ولا لا؟ نعم حتى في العاب هذه والله ما أعرف أن أخبروني عنها وسحبوها عندنا من السوق أنه فيها مراحل يحارب يصعد مرتبة مرتبة إلى أن يحارب من في السماوات موجود هذا في ألعاب البلاي ستيشن هذه مصائب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك من سواك. الله يغني نظمكم. شيخ جزاك الله خير. الساحل قلت انه الساحر حكم السلطان هو الذي يقوم عليه يقتل. في منطقه لا فيها سلطان يقيم حد على الساحر خلاص حتى ياتي السلطان. هو بالغ في الاسراف في الذنوب. وش تبغى نصنع فيه؟ حتى كان مصور مخاطر والله ايش نصنع فيه؟ نقتل احد ما حد يقيم الحدود الا السلطان. الله يعين. نعم سبحانه.